بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله نختم على هذه الرسالة المباركة، هذا المنسك المبارك شيخنا سماحة الشيخ رحمه الله. وغدا إن شاء الله تتوقف الدروس، لأن عندنا سفر إن شاء الله، نكون إن شاء الله إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله في المستقبل. نسأل الله أن يكون حالنا طيبة. غدا ما في درس، يعني عندنا سفر إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نكمل الرسالة إن شاء الله. غدا ما في درس، سفر إن شاء الله. توصل بالسلام إن شاء الله. سفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تنبيهات لزائري قبر النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: التحذير من الأمور المحدثة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أولا، لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. نعم، بسم الله. التمسح بالحجرة النبوية وتقبيلها والطوف بها من أقبح البدع ومن وسائل الشرك. وإذا طاف بالحجرة النبوية يتقرب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقع في الشرك الأكبر، لأن الطواف عبادة لا تكون إلا ببيت الله لله عز وجل. فإذا طاف بالحجرة النبوية يتقرب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أشرك شركا أكبر. أما إذا طاف بالحجرة يتقرب بها إلى الله فإن هذا يكون بدعة، لأن التقرب إلى الله ما يكون بطواف بالحجرة، ولا يكون بطواف بالبيت، فيكون بدعة منكرة ومن وسائل الشرك. نعم. وكذلك التمسح بالحجرة، تقبيلها، كل هذا من وسائل الشرك. نعم. ثانيا، ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك. نعم، هذا أيضا من الشرك. يسأل الرسول: يا رسول الله، فرج كربتي أو اشف مريضي أو اشفع لي أو رد غائبي. هذا من الشرك الأكبر، لأن الدعاء عبادة لا تكون إلا لله. قال الله تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سمى الله شركا. وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلتها فإنك إذا من الظالمين عن المشركين. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء عبادة، فإذا دعا الرسول عليه السلام وسأله فإنه يكون مشركا بالله عز وجل، سواء سأل الشفاعة أو شفاء المريض أو تفريج الكربة أو غير ذلك من المسائل. نعم، هذا لا يسأل، لا يكون إلا لله عز وجل، هذا حق الله. نعم. لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه. نعم. وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. نعم. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده. إلا الله. ألا يعبد إلا الله وحده. إلا الله. إلا الله وحده. نعم. الثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ألا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثالثا، وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. يعني هو مالك سبحانه، فلا تقول يا رسول الله الشفاعة لها شيء، ولا تقول يا الله شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك. أما أن تسأل الرسول الشفاعة فهذا شرك. نعم. فتقول: اللهم شفع في نبيك في
نبيك. اللهم شفع في نبيك. اللهم شفع في نبيك. اللهم شفع في ملائكتك نعم. وعبادك المؤمنين. اللهم شفع في أفراطي نعم. ونحو ذلك. رابعا، وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء. نعم، لا الشفاعة ولا غيرها. الأنبياء كذلك، الأموات كلهم لا يسأل، لا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء أنبياء أو غير أنبياء. هذا حق الله، لا، الدعاء حق الله عز وجل، عبادة لله عز وجل. نعم. لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، كما وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. خامسا، وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك. نعم، لأنه حي قادر، الحي القادر لا بأس، فأنت تطلب من أخيك تقول: يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، اشفع لي عند فلان، عند الأمير الفلاني، أو عند الغني الفلاني حتى يعطيني ما أستحق وما أشبه ذلك. هذا لا بأس، الحي الحاضر فتسأله، تطلب الشفاعة منه. نعم، أما الميت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسألون في حياته ما يقدر عليه، وفي يوم القيامة، إذا في يوم القيامة أيضا كذلك الناس يأتون إليه يقول: اشفع لنا يا رسول الله، اشفع لنا عند ربك. إذا اشتد بهم الكرب، إذا هم الأنبياء يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، لأنهم أحياء قادرون. نعم، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. نعم، يعني يسأل الرسول ما يستطيع هو وغيره في الدنيا. نعم، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. سادسا، وأما يوم القيامة فليس، يعني تقول: اشفع لي ربي أن يشفي مريضي، فأنت تقول: اللهم اشف مريضه، اللهم اشف مريضه. نعم. سادسا، وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه، إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، حياته الخاصة. وهو أخبر الله أنه ميت، قال: فإنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فأخبر أنه ميت، وقال في حق الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء، حياة برزخية غير الحياة التي في الدنيا، وهم أموات لأنهم قتلوا، وكذلك الأنبياء أحياء حياة برزخية وهم أموات. نعم، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نعم، هذه الحياة البرزخية، رد الله. نعم،
فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية. نعم، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الهدى فإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم، كما أن موت الشهداء لم يمنح حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. أخطاء تقع من بعض زوار القبر الشريف. مسألة: في التحذير من رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطول القيام عنده. أولاً، وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم، فلا يجوز رفع الصوت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي غض الصوت، وكذلك الإطالة، إطالة الوقوف ما ينبغي، وإنما يسلم ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأداء الأمانة، ثم يتأخر عن يمينه إلى قبر الصديق ويدعو له ويسلم، يسلم عليه ودعوه ويسلم، ثم يتأخر عن يمينه إلى قبر عمر الفاروق، هكذا، ولا يطيل، ما ينبغي الإطالة ولا ينبغي رفع الصوت. قد ثبت أن عمر رضي الله عنه سمع في إمارته في خلافته سمع أصوات مرتفعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هما رجلان، فقال: علي بهما. فقال: من أنتما؟ قال: رجلان من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما عند في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فدل على أنه لا ينبغي رفع الصوت في المساجد عموما، وكذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. نعم، ينبغي الإنسان يتأدب بما أدبه الله به، هذا تعديم من الله للعباد: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم. وذلك سبب نزول هذه الآية أن رجلان من بني تميم جافيان وجعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أتياء يناديان: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. فأنزل الله: إن الذين يؤذون الذين من وراء الحرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. نعم. ثانيا،
وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره، عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. نعم، هذا المشروع للمسلم عند الدعاء، إذا رد الدعاء استقبل قبلة ولا يستقبل قبر. بعض الناس يتقصد يذهب خلف الحجر النبوية ويستقبل قبر ويرفع يديه يدعو، هذا غلط. عليك تستقبل القبلة، تكون بعيد عن القبر وترفع يديك وتدعو، تدعو الله، فلا تأتي، فلا ترفع يديك والقبر أمامك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. يقول ما فرد يعني مردود عليه، هذا دليل على أن البدع كل محدثة في الدين. نعم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. نعم. علي بن حسين، هذا علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وسمى زين العابدين، رأى رجلا يأتي عند القبر ويدعو تقصد، فنهاه وقال: لا تفعل هذا، ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، أنت ولي في أسبانيا سواء، تدعوه يدعو. ثم قال: ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي أبوه الحسين عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان، حيث للطرف في أي مكان. شوف أمه كيف يعني، هؤلاء من أهل البيت، المحسن من أهل البيت، ومع ذلك كيف نصح هذا الرجل، قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، تدعوه يدعو، ادعو الله في أي مكان، لا تأتي تقصد القبر. نعم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. ثالثا: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي. وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الهيئة كأنه يصلي، إذا جاء يزور قبل النبي قال هكذا، وضع يديه اليمنى على اليسرى وضع على صدره كأنه يصلي، هذا خطأ، هذا لم يكن في الصلاة، هذا عبادة لله، وأنت ما تعبد الرسول عليه الصلاة والسلام، سلم عليه، فلا داعي أن تعمل هكذا، يضع يده اليمنى على اليسرى ويضع على صدره يقول: السلام عليك يا رسول الله، هذا معناه كهيئة العابد، كهيئة العبادة، فلا ينبغي أن يكون على هذه الهيئة. نعم. ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم. نعم. نعم. لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء
والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. نعم. رابعا، وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. خامس، بعض الناس يتعصب ولا يقبل الحق، يقول أنتم كذا، أنتم ما تحبون الرسول، أنتم كذا، أنتم وهابية وهكذا. الله يغفر رحمه الله، نسأل الله لنا وله الهداية، عليه أن يرجع إلى الحق. نعم. خامسا، وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. إيشاد وهكذا. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات. نعم، يعني من بعيد يكبره مسافات إلى هذا القبر، وقف جعل يحرك شفتيه بالدعاء أو بالسلام. وكذلك بعض الناس كذلك عند بعض الذين يعظمون القبور، إذا مر بالقبر وقف من بعيد ولو كان في الشارع، يقف ويحرك شفتيه ويدعو. كل هذا من البدع، ما له أصل هذا، لا تقل. يقول أنا حادث القبر، قبر فلان، قبر البدوي، قبر تسوقي، قبر زي نفيسة، قبر العلوان، قبر الرسول، إذا حدث بينه وبين المسافات وقف وجعل يحرك يديه ويحرك شفتيه، هذا ما له أصل. نعم. ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله. نعم. وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. نعم. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. مسألة: حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم. نعم. بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. نعم، يعني زيارة قبر النبي، شد الرحل للقبر هذا ممنوع، ولكن أشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستقلة وليست شرطا في الحج، ولا لها صلة بالحج، بل هي مستقلة. زيارة مسجد النبي مستقلة، سنة مستقلة ليست مرتبطة بالحج، وإذا حج ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه شيء. نعم. ثانيا، أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.
وما لا سد الرحال يعني للعبادة، العبادة قصد القربة والعبادة، لا سد الرحال إلى بقعة أو إلى مكان بقصد العبادة والقرب إلا ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما إذا سد الرحل لغيره وسد الرحل لسافر لطلب العلم فلا بأس، أو للتجارة أو لزيارة الأقارب أو لغير ذلك فلا بأس، لكن للعبادة لا. إذا سد الرحل بقصد العبادة لأنه يتقرب العبادة بهذا السفر لا، ليس هناك سفرا للعبادة إلا إذا إيش؟ إلا السفر لمسجد الحرام أو المسجد الأقصى. كذلك السفر، السفر للحج، السفر للعمرة، السفر للجهاد هذا معلوم. نعم. ثالثا، ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تتخذوا قبري عيدا يعني لا تكثروا من الترداد والتكرار فيكون كالعيد الذي يتكرر، لا تتجعل عيدا، وإنما أن يزار في وقت دون وقت. نعم. رابعا، والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا. نعم. والقول، والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. قل: لا تتخذوا قبر عيدا، أقول بشد الرحل والسفر إلى قبره يفضي إلى أن يجعل عيد كالعيد، وقول: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوا بيوتكم كالقبور التي لا يصلى فيها، بل صلوا في بيوتكم، صلوا في البيوت حتى لا تكون مثل القبور التي لا يصلى فيها. نعم. خامسا، وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره، إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم. نعم. القبور الحديث ترى في هذا كله ضعيف. نعم. في شد الرحل. نعم. فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا حديث مكتوب موضوع: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث موضوع مكتوب لا أصل له. نعم. والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. كذلك: من زارني في بعد مماتي كأنما زارني في حياتي، حديث لا صح مكتوب. نعم. الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. كذلك: حديث لا صح باطل، من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. نعم. الرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. من زار قبري وجبت، حديث مكتوب لا صح. نعم. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. طرق هذه الأحاديث كلها ضعيفة. نعم. طرق هذا الحديث ولا هذه الأحاديث؟ طرق هذا الحديث. نعم. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء،
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك بها علما وحفظا واطلاعا. وحسبك به، نعم، إذا هذا أصح الحديث، نعم. ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه. نعم، الصحابة ما أعرف شيء من ذلك. الصحابة أصلا على الخير، لو كان مشروع، إذا كان مشروع لفعله الصحابة. الصحابة هم الذين تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا كلامه وفهموا خطابه، وهو بين أظهرهم يعلمهم ويوضح لهم ما يحتاجون إليه، ويسألون عما أشكل عليهم. نعم. ولو لأنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده، وأنصحهم لله ولخلقه، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع. نعم. ولو كان شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني لو جاء حديث فيها الحث على الزيارة تحمل على الزيارة من غير سفر، زيارة من غير شد الرحال، جمع بين النصوص، لأن شد الرحال إلى غير المحج الثلاثة منهي عنه. نعم. فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع وقبور الشهداء. نعم. أولا، ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه. نعم. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أيضا قباء كل سبت ماشيا أو راكبا ويصلي في ركعتين. في حديث ابن عمر: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كأجر عمره. هذا فضل عظيم. نعم، يستحب للمسلم إذا كان في المدينة أن يصلي في مسجد قباء ركعتين أو أكثر. نعم. ثانيا، ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. نعم، زيارة القبور يعني زيارة شرعية إذا كان في البلد هذا مأمور بها. وزيارة القبر فيها فائدة، فائدة للحي يعني بأن يرق قلبه ويتذكر الآخرة، وفائدة للميت بأن يدعى له. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. نعم، يعني أنتم متقدمون. نعم. ثالثا، ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. رابعا، يعني تذكر الموت ورقة القلب هذا بالنسبة للحي، والدعاء للموتى والترحم عليهم هذا فائدة للميت. نعم. ومن نعم.
فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم، هذه الزيارة البدعية وهي نوعان. النوع الأول بدعة تصل إلى الشرك، وهي أن يزور القبر ليدعوه من دون الله، أو يزوره ليذبح له، أو يزوره لينذر له، هذا شرك. والثاني زيارة أن يزوره ليصلي عند قبره لله أو يدعو الله عند قبره، هذه بدعة من وسائل الشرك. نعم، وليس الشرك لكنها توصل إلى الشرك. نعم، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال الهجر، بل هي من الهجر، قل زور القبور ولا تقولوا هجرا أو هجرا ممكن. نعم، حيث قال زور القبور ولا تقولوا هجرا. خامسا، وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب. نعم، بعضها أشد من بعض. نعم، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. نعم، تختلف. فدعاء الموتى شرك، والدعاء عند القبر، دعاء الله عند القبر أو الصلاة عند القبر أو قراءة القرآن عند القبر، هذا بدعة من وسائل الشرك. نعم، وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. رحمه الله وغفر له جمالا ويكرم بذلك كرامة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس عند دفن المرأة يغطون القبر بغطاء، هل فيه دليل من الكتاب أو السنة؟ لا أعلم في هذا الدليل، هذا استحسان بعض الناس. نعم. يقول السائل: هل يجوز دفن المرأة من غير المحارم؟ نعم، يجوز دفن المرأة من غير المحارم، لأن الوقت ليس وقت فتنة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض دفن بعض النساء: هل فيكم من لم يقارف؟ قالوا نعم، فنزل بعض وهم من غير أقاربها، من غير أقارب المرأة، ومعنى يقارف يعني مجامع تلك الليلة. نعم، فلا بأس أن يدفن المرأة من غير محارمها. نعم، يقول السائل: لأن الوقت ليس وقت فتنة. نعم، يقول السائل: ما هو ضابط المسافة للذي يخرج من مكة قبل أن يودع؟ نرجو التوضيح. إذا خرج يعني إلى المواقيت أو خرج مسافة قصر استقر الدم في ذمته، عليه دم شاة تذبحه. أما إذا خرج قريبا، مسافة قريبة يعني دون المواقيت مثلا دون جدة، ما وصل إلى جدة، فهذا يرجع ويطوف الوداع. يقول السائل: هل المكوث عند القبر لوقت طويل
جائز والدعاء للميت؟ ذكر الشيخ رحمه الله أنه غير مستحب وأنه لا ينبغي الإطالة، لا ينبغي الإطالة. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين شرط الآداء وشرط الوجوب؟ شرط الوجوب هو الذي لا يصح إلا به، لا يصح العمل إلا به، مثل مثلا في الحج الآن، شرط الوجوب على الحج أن يكون بالغ، وأن يكون مكلف، أن يكون بالغ، فالبلوغ شرط في صحة الوجوب، هنا يجب الحج على البالغ، وإذا حج أجله، لكن إذا كان صبيا هذا يكون مميز ولا ويصح الحج ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. نعم. يقول السائل: هل يشير المحرم للحجر الأسود عند انتهائه من الشوط الأخير؟ نعم، قال بهذا بعض العلماء يشير ويكبر لأنه حذا، وقال آخرون لا يشير لأنه انتهى، فالأمر في هذا واسع. نعم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن والتصدق بثوابه على الميت؟ في خلاف بين العلماء، الذي ورد إهداء ثواب الميت 4 أشياء: الدعاء، الصدقة، والحج والعمرة، ويدخل في الصدقة الأضحية. فبعض العلماء قاس عليه قراءة القرآن، قال يقاس عليه قراءة القرآن يهدى ثواب الميت، يقاس عليه صلاة 2 ركعة ويهدي ثواب الميت، يقاس عليه الصيام ويهدي ثواب الميت، يقاس عليه سبح ويهلل ويهدي ثواب الميت. والآخر قالوا لا يقاس هذا، وإنما يسبح لنفسه ثم يدعو الميت، يقرأ قرآن لنفسه ثم يدعو الميت، وهكذا يصلي نفس الميت ثم يدعو الميت، وهكذا. وهذا هو الأولى أن يقتصر على ما ورد، اللي ورد كما سبق الدعاء والصدقة والحج والعمرة. نعم. يقول السائل: هل هناك 2 ركعة بعد طواف النفل؟ نعم، إذا طاف 7 أشواط يصلي 2، كل طواف له يستحب أن يصلي 2 للطواف، كل طواف، سواء طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف العمرة، طواف التطوع، نعم كل طواف، ولا يكون الطواف إلا 7 أشواط، وبعدها يصلي 2. نعم. يقول السائل: هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه القرآن؟ لا، هذا من البدع. يقول توسل اللهم نسألك بجاه نبيك أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، بحرمته أو بجاهه، هذا من البدع. توسل لك بفلان أو بذاته، توسل لك بفلان بذاته أو بجاه فلان أو بحرمته أو بشخصه، هذا كله من البدع. ولكن التوسل يكون بأسماء الله وصفاته، اللهم أسألك بأسمائك الحسنى، توسل بعملك الصالح، كالثلة الذي ينطبق عليهم الصخرة من بني إسرائيل، توسل أحدهم ببره الوالدين، والثاني بعفته عن الفاحشة، والثالث بأمانته وأدائه الأمانة، بعملك الصالح، توسل بفقرك وحاجتك، كما قال الله عن موسى: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توسل بفقرك وحاجتك إلى الله، هذا هو المشروع. توسل إلى الله بأسماء الحسنى، توسل الله بعملك الصالح، توسل إلى الله بفقرك وحاجتك، توسل إلى الله بدعاء الحي الحاضر وهو يدعو أنت تؤمن، هذا هو المشروع. أما تسب بجاه فلان أو حرمة فلان، هذا من البدع، أو بذات فلان بذاته، هذا من البدع. قل بجاه كذا، قل بجاه القرآن، ما له أصل، القرآن كلام الله سورة مصطفى. نعم، ما يقال بجاه القرآن. نعم. يقول السائل: جئت إلى مكة بعمرة متمتعا بها للحج، وأريد أن أذهب إلى القصيم لقضاء حاجة، وأريد الرجوع إلى مكة، فماذا علينا؟ عليك أن لك ترجع بحج تحرم بالحج، أو تحرم بعمرة ثانية
بعمرة ثانية وتفرغ منها ثم تحرم الحج إلى متامل وتكون متمتع سواء عمرة أو عمرتين. فأنت إذا رجعت لابد تكون محرم إما بحج أو بعمرة، ما تتجاوز الميقات إلا بإحرام، إما بعمرة ثانية وإما بالحج وتبقى على إحرامك إلى يوم العيد. نعم. يقول السائل: هل يجوز قصر الصلاة في العمران؟ قصر الصلاة المسافر ما يبدأ، ترخص حتى يفارق العمران بيوت البلد، إذا فارق العمران بدأت أحكام السفر إذا كان مسافر 80 كيلو، إذا فارق البنيان فارق العمران هنا له أن يترخص، له أن يصلي الرباعية ركعتين، وله أن يفطر في رمضان. نعم، لا بد من فرقة بنيان البلد، أما إذا كان في البلد داخل البلد فلا ترخص. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر الحج خطب الناس يوم خطب الناس بعد الظهر وصلى الظهر 4 ركعات، ثم انتقل في العصر إلى ذي الحليفة وهي الميقات وصلى في الحليفة 2 ركعتين، ففي صلاة الظهر لما كان في البلد هو عازم على السفر صلى 4 لما كان في البلد، وفي العصر لما فارق بيوت البلد صلى 2 ركعتين. نعم. يقول السائل: السعي بين الصفا والمروة هل هو خاص بالعمرة فقط أم لأي أحد يريد أن يسعى؟ لا، السعي ما في تطوع، السعي ما يكون لا في حج أو في عمرة، يكون للحاج يسعى والمعتمر يسعى، أما التطوع ما في تطوع، إنما تطوع بالطواف، الطواف بالبيت تتطوع تصلي ما شئت، تصلي 7 أشواط تصلي 2 ركعتين في أي وقت، أما السعي ما تسعى للتطوع، لا ما في تطوع في السعي، السعي لا يكون إلا في حج أو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، الحاج يسعى والمتمتع يسعى مرة واحدة 7 أشواط، وأما التطوع ما في تطوع في السعي. نعم. يقول السائل: هل إذا اعتمر المكي في أشهر الحج يكون متمتعا؟ نعم، إذا اعتمر المكي في أشهر الحج يكون متمتعا، لكن ليس عليه دم، لو خرج المكي إلى الطائف أو إلى المدينة أو إلى الرياض في أشهر ثم اعتمر ثم حج من عامه متمتع، لكن ليس عليه شاة يذبحها، لقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بعد أن ذكر الدم قال: فمن تمتع من عمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم، فالمكي ما عليه هدي. نعم. يقول السائل: هل يجهر المعتمر بالتلبية من الميقات إلى أن يصل إلى المسجد الحرام؟ نعم، المعتمر مثل الحاج يلبي ويجهر بالتلبية. نعم. يقول السائل: نريد ترجمة يسيرة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله مؤلف هذا الكتاب. سماحة الشيخ رحمه الله أشهر من أن يذكر لها ترجمة مختصرة، ترجمة موجودة في مجلدات الآن، في 5 مجلدات كتبت عن سماحته، في مجلد كتبه الشيخ ناصر الزهراني، ومجلد كتبه الشيخ محمد الموسى، مجلد كتبه عبد الرحمن الرحمة، مجلد كتبه الشيخ شويعي، ارجع إلى الكتب هذه تجد فيها العجب العجاب ترجمة. نعم. يقول السائل: هل هناك صلاة 2 ركعتين بعد السعي؟ لا، السعي ما في صلاة 2 ركعتين، ركعتان بعد الطواف. نعم. يقول السائل: الدعاء عند القبر للميت وللحي بدعة أم لا؟ الدعاء عند القبر بدعة، وكذلك قراءة القرآن، وإنما تزور القبر وتدعو له دعاء خاصا تابعا للسلام، تسلم عليه وتدعو له وتنصرف، أما أن تدعو دعاء خاص فهذا لا يجوز عند المقبرة في المقبرة، لأن هذا من وسائل الشرك، المقبرة ليس مكان للدعاء ولا لتلاوة القرآن، تجي للمقبرة تقرأ القرآن أو تدعو أو تصلي هذا بدعة، لكنك تسلم والدعاء اليسير التابع للسلام لا بأس به، تدعو له تسلم عليه وتدعو له: اللهم اغفر له والله اللهم ارحمه. نعم.
السلام عليك يا فلان، غفر الله لك ورحمك، هذا الدعاء تابع للسلام. نعم. يقول السائل: كيف تكون نية الإخلاص في طلب العلم؟ النية محلها القلب، وهو أن يقصد بطلبه العلم وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد المال ولا الجاه ولا الممارات ولا المجارات ولا الرياء ولا السمعة، وإنما يقصد الله والدار الآخرة. هذا يعني أمر يجده الإنسان في نفسه، هذا الإخلاص، هذا الإخلاص، إخلاص سر بين العبد وبين ربه. نعم. يقول السائل: هل يجوز السفر لبلد فيه إمام يطيل الصلاة غير المساجد الثلاثة؟ يعني تسافر لأجل المسجد ممنوع، إنما تسافر لأجل يعني تسافر لبلد من أجل المسجد لا، فلا. أما أن تسافر لزيارة البلد الفلاني ثم تصلي في ذلك المسجد فلا بأس. نعم. نعم. إيمان على كل حال إذا سافر لكن له قصد، ما هو قصد يعني المسجد خاصة، أما المسجد خاصة لا. نعم. يقول السائل: هل يدخل الرفث في العمرة كالحج؟ نعم، العمرة ما يجوز الرفث، الكلام في النساء والجماع وهو محرم. نعم. ولا فحش والكلام الذي لا يليق. نعم، كالحج. نعم. يقول السائل: هل يجوز السفر لبلاد الكفار للعمل وطلب الرزق؟ ذكر العلماء في السفر لبلاد الكفار شروط لا يجوز إلا بشروط، منها أن يكون عنده يعني علم يمنعه من الشبهات حتى لا تمك الشبهات، والثاني يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، والثالث أن يكون لحاجة مؤقتة ثم يعود للحاجة لعلاج أو غير ذلك. أما أن يذهب للسفر لإقامة مستمرة فلا. نعم. يقول السائل: ما حكم المتمتع إذا اعتمر في شهر شوال أو ذي القعدة؟ أرجو التوضيح. إذا اعتمر في شهر شوال أو في ذي القعدة ثم حج من عامه فهو متمتع، عليه شاة يذبحها لأنه أتى بعمرة في أشهر الحج، إلا إذا سافر إلى بلده بعد العمرة، أتى بعمرة من بلده ثم رجع وأتى بالحج من بلده سقط الدم، كما ثبت هذا عن عمر بن الخطاب وعن ابنه رضي الله عنهما. نعم. وهذا أعدل الأقوال، والمسألة فيها ثلاثة أقوال: قيل إنه يبقى متمتع ولو ذهب إلى بلده، هذا مر عن ابن عباس جماعة، وقيل يسقط الدم إذا سافر المسافة تقصر فيه الصلاة، كما لو سافر إلى المدينة أو سافر إلى الرياض 80 كيلو فأكثر يسقط الدم، وهذا قول كثير من الفقهاء. نعم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله؟ يعني لا تيأسوا من رحمة الله، لا تيأس، ما يكون سعنه يأس، يكون عندك أمل. يعني قال لبنيه يعقوب: لا تيأسوا، يعني تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، لا يكون عندكم يأس أنه لا يأتي وأنه مستحيل أن يأتي، لا لا تيأس، يكون عندك أمل وأن الله سيرده. نعم. يقول السائل: ما هو سبب تسمية الشيخ رحمه الله للرسالة التحقيق والإيضاح؟ يعني أن الإيضاح واضح، يعني يوضح الأدلة ويوضح الأحكام، والتحقيق لأن فيه تحقيق بمعنى أنه حقق وذكر الأدلة وذكر القول الصواب. نعم. يقول السائل: هل يشرع قول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز والأكرم بين العالمين في المسعى؟ لا بأس، إذا اعتبر هذا أو بغيره لا بأس، بين العالمين رب اغفر وارحم تجوز عما تعلم وأنت الأعز والأكرم، يأتي به أو بغيره، لكن لا أعلم أن هذا يعني ورد، لكن يأتي به أو بغيره. نعم. الدعاء ما فيه شيء مخصص. نعم. يقول السائل: ما حكم رش الماء على القبر في بداية الدفن، وأيضا زيارة القبر لرش القبر بالماء والدعاء للميت؟
هذا الرش هذا لأجل تثبيت التراب حتى يثبت التراب، ما في شيء حتى يثبت التراب، أوضع حصبة حتى يثبت التراب. نعم. يقول السائل: هل الماء فوق العرش؟ الماء بحر بين السماء السابعة بعد فوق السماء السابعة بين السماء وعلى كما بين السماء، والعرش فوق الماء، العرش فوق الماء والماء فوق السماء السابعة، فيكون البحر فوق السماء السابعة والعرش فوق. في الحديث الحالي عبد الله بن عمر: قدر الله مقدر، كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، العرش على الماء. نعم. يقول السائل: طيب من الذي أمسك الماء؟ بقدرة الله، ماء فوق السماء السابعة، والسماوات من الذي أمسكها؟ الله. والعرش من يمسك؟ والأرض لا، من يمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالت أين سكهما من أحد بعد إنه كان حليما غفورا. نعم. فالله هو الحامل العرش والذي حملت العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: الذين يعلقون الأشعار الشركية مثل دعاء غير الله، هل التحذير منهم وذكر أسمائهم يعتبر من الغيبة؟ لا، هذا تحذير، التحذير من الأشرار والتحذير من الشرك حتى يحذر الإنسان، لا هذا ليس من الغيبة، أنا مستثنى. التحذير من الأشرار والتحذير منهم لأن هذا فيه مصلحة للأحياء وأهل البدع. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر لأجدادي الذين رحلوا من الدنيا منذ أكثر من 100 سنة؟ نعم، لكن العمرة كل واحد مو للجميع، يجوز أن تعتمر على أجدادك ولو مضى عليهم سنين، لكن العمرة لا تكون لواحد، كل واحد عنه عمرة، ما تكون عمرة لاثنين أو ثلاثة. نعم. يقول: نريد منكم نصيحة لأهل السنة خاصة وللمسلمين عامة نصيحة للمسلمين العامة أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتدبروا هذا القرآن الكريم ويعملوا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويتحكموا إليه ويحكمون في شأن من شؤونهم حتى يكونوا عزة في الدنيا وسعادة في الآخرة. فالقرآن الكريم هو حبل الله وهو عصمة الله والنجاة، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك. فنصيحة المسلمين أن يعملوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحاكموا إليه ويحكموا في كل شأن من شؤونهم ويقفوا عند حدوده ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، بهذا تكون السعادة مع العمل بالسنة النبوية والعمل بها والتحاكم إليها. قال تعالى: فإن تنازلتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. نعم، يسأل عن ثلاثة يحجون عن واحد، عن والدهم، لا بأس، لا بأس. نعم. نعم، يسأل عن الدعاء في بعض السر لا بأس، إذا قلت اللهم اجعله شفاء لكل داء، اجعله علما نافعا ورزقا واسعا، لا بأس الدعاء دائما ما في معنى، لا حرج. طيب، دعاء مشروع في كل وقت. نعم. الدية إذا وجبت الدية، هذا معلوم أن الدية تكون على أولياء القتيل، الخطأ قتل خطأ ما تكون الدية على القاتل، إذا قتل خطأ تكون على أوليائه العصبة، يوزعها القاضي على 3 سنوات على مثل أبيه وجده وأبنائه وإخوته الأشقة وأخوة الأب وأعمامه، توزع عليهم على حسب غيرهم فقرهم لمدة 3 سنوات. فإذا كلمك هناك شيء وكان بيت المال فيه سعة فلا بأس، بيت المال
تدفع من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع يدفع من بيت المال. إذا لم يكن ذكرة العصبة لا يستطيعون وبيت المال في سعة فلا بأس تكون بيت المال. هذا أمرهم إلى الله. نعم. يقول السائل نعم. هل يشرع الإشارة عند المرور بالركن اليماني؟ لا يشرع الإشارة، وإنما يشرع استلامه والتكبير، فإذا استلمه كبر، وإذا لم يستلمه فلا يكبر ولا يشير إليه، وإنما يشير إذا حاد الحجر الأسود، إذا حاد الحجر الأسود ولو ما استلمه يشير ويكبر. أما الركن اليماني فالصواب أنه يكبر يستلمه ويكبر، فإن لم يستطع لا يشير إليه ولا يكبر. نعم. يقول السائل إذا طلق الرجل امرأته هل تعتد على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ سبيل الوجوب، ويجب أن تعتد، يجب أن تعتد، العدة واجبة، العدة واجبة تعتد، يعني هذه المدة، يعني إذا كانت في الطلقة الأولى والطلقة الثانية تعتد، فلا هي تباقية في عصمة الزوج، تعتد الزوجون، لا تخرج من البيت إلا بإذنه، وليس لها ولا أن تتزوج ولا أن تذهب لأهلها حتى تنتهي العدة. وكذلك بعد الموت والطلاق الثلاث كذلك تعتد، يجب أن تعتد، وليس لها أن تتزوج في العدة حتى تنتهي العدة، واجب العدة ما في شك. نعم. يقول السائل من هم الأرحام الذين لهم حق الزيارة والصلة؟ الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب، وأعظم الأرحام الأبوان، الأب والأم، ثم أقارب الأب، الإخوة، الأشقة أو لأب، ثم أبناء الإخوة، الأشقة أو لأب، ثم الأعمام، الأشقة لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقة، والأم كذلك، الأخوال وأبناء الأخوال، وهكذا. وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع من أنفقه، وصلى الله عليه وسلم.